حلقة جديدة من صدى الأسبوع وأبرز ما فيها أضرار كبيرة تعرض لها القطاع التجاري في اليمن بسبب كورونا. الدفتيريا حمى تحصد الأرواح في تعز وحملات لمكافحتها. سقوط منزل من 3 طوابق في المكلا نتيجة المنخفض الجوي. حياكة شباك الصيد وصناعة القوارب مهنة يتهددها الاندثار في أبيان. تراجع كبير بأسعار المحاصيل ومزارع تهامة يشكون خسائر كبيرة. انفجار خزان المشروع المائي في قرية الحيسة بشمير مقبرة. في تبن بلحج معمرة عاصرت مراحل مختلفة من التاريخ. في قفل شمر بحجة قرية الصاية بلا طريق والدواب وسيلة للنقل. مصور يمني يتأهل ضمن أفضل 100 مصور في العالم. محمية وسد الشروم في إب قبلة للسياحة تفتقر للخدمات. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8 مساء.